السلام عليكم، معاكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. في سؤال يعني من أحد المتابعين يقول إنه لما يروح في الإيقاعات، كمثال الإيقاعات تكون مختلفة، يعني مثل الحين هذا البلدي المهرجان كم سرعته؟ 133. تي بتنتقل في نفس المجموعة عند البلدي ميكس سرعته كم؟ 100. عند الثالث هني البلدي ميكس هذا بعد سرعته كم؟ 90. هو يبغي يوحد السرعة، كيف توحد السرعة عند الانتقال في أي مجموعة إيقاعات؟ طريقة سهلة، أنت لما تفتح الحين أي مجموعة هني راح تلقى موجود عندك هني شيء اسمه المنيو، تروح عند شيء اسمه ستايل سيتنج. ستايل سيتنج لما تيجي فوق عندك سيتنج، أنت تي عند الخدمة الثانية اللي اسمها تشينج البافيور. التشينج البافيور تي عند التيمبو، شوف هني عندك التيمبو محطوط على شو؟ الريست. لما يكون على الريست هني السرعة تكون مختلفة، يعني لما تنتقل من إيقاع إلى إيقاع تكون على حسب السرعة اللي جاي فيها الكيبورد. كمثال الحين هذا الهيدون كم سرعته؟ مكتوب لك 128. تنتقل هني عند العدالة سرعته كم؟ شوف كم سرعته، 104. نفس الشيء بصير المجموعة العربية عشان يكون يعني أوضح، مثلا هذا الحين كم سرعته العربي؟ سرعته 150. زين الخبيتي كم سرعته؟ 133. أنت تبغيهم كلهم على سرعة واحدة على حسب الإيقاع اللي تختاره في البداية. مثلا أنت تبغى اخترت هذا الإيقاع اللي هو العربي تبغي يكون 150، تبغيهم كلهم يتمون على 150 هالمجموعة. كيف العملية؟ تروح على منيو، تروح على سيتنج، تفتح هني قلت لك سيتنج فوق، تي تحت عند التشينج البافيور، تي عند التيمبو الريست، قلنا معناته ان السرعات مختلفة، تضغط عليها. في عندك هولد ولوك، مجرد ما تضغط على اي وحدة منهم، حط على اللوك تسوي كلوز، انت هني قفلت التيمبو خلاص، تطلع ترد عند صفحة الايقاعات. لاحظ معي الحين كم العربي؟ كم؟ 150. تروح عند الخبيتي، شوف نفس السرعة كم؟ 150. تروح عند الكويزان، شوف 150. كلهم يتوحدون 150 على حسب أول إيقاع أنت تختاره كم السرعة تباها. كيف تلغي العملية؟ نفس الشيء، ترد عند المنيو، تروح على ستايل سيتنج، تي عند التيمبو هني التشينج البافيور التيمبو، تحطه مرة ثانية على الرست، يرجع نفس الشيء كل إيقاع على حسب سرعته. العربي 150، تروح عند الخبيتي يتغير، يرد لك 133. الدوسري يكون 175. بهاي الطريقة أنا قلت لك كيف إنك أنت أي مجموعة توحدها على سرعة وحدة لما تنتقل ما بين الإيقاعات كلهم على سرعة وحدة، وكيف ترد على سرعتهم الطبيعية اللي جاية من الشركة. وإلى اللقاء مع معلومة جديدة.